السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافت للأعمال اليدوية والخياطة. وفي البداية، إذا كنت أول مرة تشوفون القناة، أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد. وأتمنى تسعدوني بلايك وتعلقون على الفيديو إذا حبيتوا، لأن رأيكم يهمني. نظرا لقرب فصل الشتاء، فإن الشفايف الجافة والمتشققة أحيانا مرتبطة به. ومرطب الشفاه هذا استخدمت فيه الشوكولاتة الساخنة التي تذكرنا بمشروب الشوكولاتة الساخنة التي تدفئ الجسم من برودة الشتاء، وأضفت لها النعناع لرائحة منعشة وشهية. توضع جميع مكونات مرطب الشفايف في قدر صغير على حمام مائي حتى يذوب شمع النحل والزيوت، وبعد ما يدفى قليلا يضاف له الزيت العطري وفيتامين دال، ثم تصب في أنابيب المرطب وتدخل الثلاجة حتى يتصلب المرطب، ومدة حفظه من 2 إلى 3 شهور في مكان بارد. نظرا لأن جميع المواد المستخدمة طبيعية ولا يوجد به مواد حافظة، والأفضل تعقيم الأنابيب قبل صب السائل بها بمحلول كحولي، وممكن تقديمها كهدايا للصديقات والقريبات أو عملها كمشروع تجاري من المنزل، لأن أغلب الناس صارت تتجه لاستخدام المواد الطبيعية والابتعاد عن المواد الصناعية الضارة للبشرة. والأشخاص النباتيين الذين لا يفضلون شمع النحل، يمكن لهم استبدال شمع النحل بشمع كانديليلا أو شمع كرنوبة، وهو أصلب شوي من شمع النحل، لذلك يستخدم نصف المقدار. وتحتوي مرطبات الشفايف التي نشتريها من المحلات على مواد كيميائية، ومن هذه المواد الكيميائية الموجودة بشكل شائع هو البارابين والعطور الاصطناعية والكحول. ويدخل مرطب الشفاء إلى أفواهنا بشكل طبيعي عن طريق لحس الشفايف، لذلك من المهم معرفة مكونات المرطبات أو أننا نصنعها بأنفسنا. وهذا المرطب آمن على البشرة وممكن استخدامه للبنات الصغار. ومن فوائد زيت جوز الهند للبشرة، يرطبها ويزيد الكولاجين ويزيل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ومناسب لأغلب أنواع البشرة ويزيل البقع الداكنة ويمنع الالتهابات. أما فوائد زبدة الكاكاو، تساعد على منع علامات تمدد الجسم وتقليل جفاف الجلد والتخفيف من الطفح الجلدي والالتهابات والحماية من أضرار أشعة الشمس ومحاربة علامات الشيخوخة، وترطب البشرة وتغذيها. ومن فوائد زيت النعناع العطري، مفيد في التخلص من البقع الداكنة ويفتح البشرة ويوحد لونها ويخفف من الانتفاخات أسفل العينين ويقضي على الهالات السوداء ويعالج حب الشباب. وفوائد شمع النحل للبشرة، يرطبها ويقاوم حب الشباب ويقاوم علامات تمدد الجلد. أما فوائد فيتامين ها أو إي، يحمي البشرة الدهنية ويسرع من شفاء الجلد ويعمل كمضاد طبيعي للأكسدة ويهدئ من تهيج البشرة ويحمي البشرة من أشعة الشمس ويحافظ على رطوبتها ويخفف من فرط التصبغ وعلاج ندب حب الشباب وتخفيف جفاف الشفتين والوقاية من تجاعيد الوجه، ويرطب البشرة ويعزز التئام الجروح. تقدرون تستخدمون العلب الفاضية للأرواج أو علب صغيرة. أنا استخدمت هذه الأنابيب وطلبتها من موقع علي إكسبرس. بعد ما نصبها في الأنابيب ندخلها الثلاجة حتى تجمد. ولأفضل نتيجة لمرطب الشفايف، الأفضل استخدام زيوت طبيعية. ومدة صلاحية مرطب الشفايف هذا من 2 إلى 3 شهور، ويكون في مكان بارد، وذلك لعدم احتوائه على مواد حافظة.
استخدمت أوراق ملونة من المكتبة لتغليف المنتج وكتبت عليه اسم المنتج. تقدرون تكتبون اسم المنتج بالكمبيوتر وتطبعونه وتلصقونه على الأنابيب. وإذا كان المنتج مرطب الشفايف للإهداء أو للبيع، الأفضل كتابة اسم المنتج وتاريخ صلاحيته ومكوناته. شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك وإضافة القناة.